أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج المجلة الاقتصادية. قرر الاحتلال بشكل غير قانوني اقتطاع نصف مليار شيقل من أموال المقاصة. هذا الابتزاز المالي إلى ماذا يرمي الاحتلال منه؟ وكيف سينعكس القرار على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أنه يتزامن مع عقوبات مالية أمريكية، إضافة إلى انخفاض الدعم الخارجي؟ وأيضا كيف يمكن مواجهة هذا القرار على صعيد السياسات الداخلية وحتى الخارجية؟ الحديث حول هذا الموضوع أرجوكم رحبوا معنا بالخبير الاقتصادي السيد سمير حليلي. مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك، على وقتك معنا. أهلا حبيب. يعني نصف مليار شيك الاقتطاعات، الاحتلال ماذا يرمي من هذا القرار؟ دائما نقول بأن السياسة مرتبطة بالاقتصاد. نعم. ماذا يريد من هذا الابتزاز؟ واضح انه احنا جزء من عمليه صار لها حوالي سنه على الاقل، بدات فيها الاداره الامريكيه بشكل واسع تتعلق بمساعداتها، ثم الضغط في موضوع وكاله الغوث، واستمرت الضغوط باشكال مختلفه ومتفاوته لتشمل عدد من الدول المانحه ايضا، الضغوط المتعلقه بهذا الموضوع. واخيرا تم تنبيهنا بانه ابتداء من 1/12/2018 ستبدا اسرائيل بخصم مستحقات أو من المقاصة ما يتم صرفه على أسر الشهداء والأسرى وغيره، فهي جزء من حملة متواصلة. وأنا رأيي هذا مفتوح كلام، هاي بداية الحديث، هي ليست لا نهاية ولا هو المبلغ المحدد اللي لازم نستكبره أو نستصغره. إحنا أمام معركة وطنية بشكل أساسي، مطلوب إخضاع السلطة الوطنية وإخضاع الشعب الفلسطيني لصفقة مشبوهة معروضة على الطاولة منذ حوالي سنة ونص، صفقة القرن. الموقف الأمريكي أكثر يمينية وأكثر عداء من الموقف الإسرائيلي. إحنا الآن على الأقل قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل اعترضوا على خصم المقاصة، وقبل ذلك عدد من القيادات حتى الأمنية والسياسية كان لها رأي في هذا الموضوع. في أمريكا لم يرف لهم جفن في هذه المسألة، وماشيين بشكل واسع وكبير برؤية وبفكرة أن الحصار المالي المفروض علينا كما تم على غزة سابقا سيؤدي إلى قبول فلسطيني من طرف أو آخر لما هو معروض علينا. أنت ترى بأن هذا العقاب اليوم يختلف عن السابق؟ هو بدون شك إحنا بداية لمرحلة جديدة بدأت من حوالي سنة، بدأتها الإدارة الأمريكية واستمرت فيها الآن إسرائيل، في قيادة يمينية في الجهتين في إسرائيل وفي أمريكا، والضغط بيستهدف بالطبع نتائج سياسية. الآن بعتقد انه النص مليون هي طبعا مبلغ بغطي 3 اشهر، نص مليار شيكل هو بغطي 3 اشهر عمليا، فمعناه في عندنا خصم شهري قيمته 170 مليون شيكل من الان فصاعدا، مبلغه الاجمالي حيكون بنهايه السنه حوالي 2 مليار شيكل، فهذا هو المبلغ المستهدف في هذه السنه فقط ومن هذا البند فقط. ما بدي اضيف انه احنا اصلا موجودين في وضع اقتصادي اصلا صعب، ليس فقط بسبب شح الدفعات اللي بتقدمها الدول المانحة، ولكن أيضا بسبب الأوضاع الاقتصادية محلية داخلية، وجزء أساسي منها بتعلق بغياب عملية سياسية ذات مغزى ماشية. فإحنا النقطة الأولى والأهم اللي لازم الكل يدركها، ما بنحكي عن نص مليار شيكل، إحنا بنحكي عن حرب واسعة شاملة من أكثر من طرف، بدأت منذ حوالي السنة، الآن قاعدة بتشتد الضغط علينا، وبصراحة بحتاج لإجراءات من طرفنا طابعها استراتيجي، طابعها هيكلي، مش إجراءات قصيرة وصغيرة المدى هلأ بنحكي عنها كما يتم الحديث عنها. طب متابع في هذا الموضوع، يعني إذا ما تحدثنا، أنت يعني خبير ولك باع كبير في العمل التجاري سواء حتى في القطاع الخاص وفي القطاع العام. نعم. عمليا نتحدث عن خطوات فعلية، كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة بداية على المستوى الداخلي؟ على المستوى الداخلي حسب ما أعلنت الجهات ذات العلاقة، وزارة المالية بالطبع، مصادر مختلفة داخل الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية، تحدثوا عن مجموعة من الإجراءات، قد جزء منها يتعلق بضبط الإنفاق، ولكن الجزء الأهم والمستعجل بالنسبة لهم هو الحصول على تمويل قروض قصيرة المدى من البنوك التجارية الفلسطينية المحلية بمبلغ يستطيع أن يعوض ما تم خصمه، ولكن أعتقد حتى الآن أن ما أعلن هو لا يرقى لمستوى رؤية استراتيجية، يعني رؤية أنه كيف بدنا نواجه المعركة على مدى بعيد، لأنه زي ما قلت 500 مليون شيكل
يمكن للبنوك المحلية أن تقرضها، ولكن هلأ ممكن نحكي شوي بالتفصيل على موضوع قدرة البنوك المحلية وقدرة سلطة النقد على أنها تغطي العجز اللي موجود. تقديري على المدى المباشر الآن نقدر نغطي 500، ولكن لن تستطيع البنوك المحلية، ومن غير الصحيح أن يتم الضغط على سلطة النقد والبنوك المحلية، لأنه مستوى الاقتراض الآن وصل إحنا حوالي 8.5 مليار حجم الاقتراض الكلي من البنوك، ودائعة 12 مليار، هاي نسبة عالية. 8.5 منهم 1.3 مليار من الحكومة، ولكن موظفي الحكومة لهم حوالي مبلغ ضخم حوالي 3 مليار، فتلقائي في حجم مخاطرة واسع وكبير على البنوك إذا أقرضت موظفي الحكومة والحكومة مبلغ أعلى من نص ما يتم إقراضه في البنوك المحلية، في ظل أنه ما في رؤية واضحة. طب بعد 5 أشهر، بعد 8 أشهر، هل بدكم تسدوا؟ هل في مصادر أخرى موعدين فيها؟ هل في التزام من أطراف دولية بالسداد؟ نحن الحلول هون عشان هيك الحل الأول والأهم، أولا تشوف أنه في عندك نقطة مفصلية، مش مسألة عابرة ومش مسألة صغيرة ومش هامشية. وأنا رأيي الحديث عن أنه قانوني أو مش قانوني الخطوة مفهوم ضروري نعمله، ولكن ما نكون وراء إحنا شايفين أنه في أمل كبير أنه تتراجع إسرائيل عن قرارها فقط بهذا الموضوع. أنا أعتقد أعطي أمثلة على ما يمكن أن يتخذ، أولا للضغط على إسرائيل في هذا القرار، وثانيا في ضبط الإنفاق اللي هو الموضوع الجوهري والأساسي. إحنا متوسط إنفاقنا في الرواتب 38% على أجهزة الأمن. إسرائيل تدعي وكذلك أمريكا أن هناك أهمية كبيرة لوجود أجهزة أمنية متمكنة في السلطة الوطنية تستطيع أن تقدم على الأقل ضمانات باستقرار ما داخل مناطق السلطة بالذات في الضفة الغربية. أعتقد أنه الآن هذا هو المكان اللي يجب أن نضغط فيه نحن بصراحة. اللي بده أمن ما هو بده يدفع له، بس انه ما يدفعش مصاري ويقول انتوا اصرفوا من مصاريكم، بدل ما نصرف على التعليم اصرف على الامن، بدل ما تصرف على الاقتصاد اصرف على الامن. طب انا ليش بدي اصرف 38% من ميزانيتي على امن لا يخدمني تماما؟ انا الامن، وما بقول انه بيخدم اسرائيل، انا ما بقول انه بيخدم اسرائيل، ولكن بقول بيخدمنيش تماما. انا اللي ما قدرت اعمله انه اقدر امنع دخول الجيش الاسرائيلي لمراكز المدن، ما قدرت. هل قدرت أحمي شعبنا من المستوطنين في القرى وغيره؟ ما قدرتش. فصارت نحن أمام معضلة أساسية مهمة يجب ذكرها ويجب الإشارة فيها للأمريكان والإسرائيليين. بدكم استقرار وأمن في هاي المنطقة، هذا حق مصاري، هذا مش ببلاش، ومش مسؤولية المواطن الفلسطيني يدفع هذا الحكي ثمنه من دمه ومن لحمه. عشان هيك أنا تقديري أنه، وبغض النظر أنا مش بموقع مسؤولية، وهناك الكثيرين سواء في السلطة الوطنية في الحكومة وفي داخل الفصائل بالذات التنظيم الرئيسي فتح يستطيعوا أن يوجهوا الرد الفلسطيني على الموقف الإسرائيلي الطريقة. ولكن تقديري أنا أنه يجب أن يكون أي مبلغ يتم خصمه من المقاصة الفلسطينية يجب أن يتم خصمه فورا من الميزانيات المخصصة للأمن الفلسطيني. رد ممتاز على القطاعات أخيرا. هذا مش لأنه إحنا منقلل من أهميتهم ولا منقلل من دورهم، الاستقرار مصلحة فلسطينية أيضا، ولكن بتقديري هذه النقطة الحساسة، هذا هو المكان اللي بوجع الإسرائيلي وبوجع الأمريكاني والرد. نعم. طب على المستوى الخارجي برأيك كيف يمكن؟ كما قامت السلطة الوطنية دعت طبعا الدول العربية من خلال جامعة الدول العربية، دعت الدول المانحة اليوم الاتحاد الأوروبي في محاولة المساهمة في خلق صندوق يعوض الخسائر اللي موجودة. وأنا تقديري أنه إجمالي الخسائر 2 مليار شيكل عمدها سنة كاملة على الأقل، أنت بتحكي عن حوالي 600 مليون دولار، هو المبلغ المطلوب جمعه أو محاولة جمعه من أجل إنقاذ ميزانية السلطة من أي انهيار أو تراجع كبير، خاصة على ضوء قرار السلطة الوطنية وقرار رئيس أبو مازن بأنه ما يستلم أي من أموال المقاصة. نعم. هذا القرار صعب، بمعنى أنت بتحكي عن 60% من الميزانية الفلسطينية جاي من المقاصة الفلسطينية الإسرائيلية، فقرار عدم استلامها بيعني أنه في حالة يعني تقشف غير عادية حتكون في الرواتب وفي المصاريف وفي غيره. تقديري أنه ممكن ما تساعدنا كثير، على أقل على المدى المباشر مفهوم، ولكن على المدى المتوسط والبعيد
احنا بحاجة لأنه نوفر قد ما بنقدر من المصاري اللي جيانا سواء من المقاصة مع إسرائيل، ونتذكر أنها مصاري فلسطينية، هاي أموال فلسطينية ليست أموال إسرائيلية، مش مطلوب يضل ولا تعريفة في إسرائيل ولا تعريفة تستخدمها إسرائيل كمان، فمطلوب أنه هاي الأموال تحول إلنا بشكل كامل بغض النظر سرقوا ولا ما سرقوا، سرقوا بنحلها معهم، ولكن المبلغ الكلي أنا رأيي ما يتوفر يجب أن يحول للسلطة الوطنية لتستخدمه بطريقة صح. فمساعدة الدول الشقيقة على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي هو أحد المخارج، ولكن أنا لازم أؤكد أنه كان يجب علينا وما زال واجبا علينا الآن أنه نعيد النظر بشكل أساسي هيكلي في ميزانية الإنفاق تاعتنا، مش بس باتجاه تخفيض الإنفاق، موضوع تخفيض الإنفاق أساسي واجب، وأنه نخفض كل في كل مكان وفي كل محل هذا ضروري ولازم، وأن رأيي يجب أن أعيد توجيه الإنفاق باتجاه آخر. إحنا كنا طول الوقت اللي فات الميزانية اللي كانت تخدم قطاعاتنا الإنتاجية نيجليجبل، يعني غير لا تذكر عمليا، كنا سعيدين الجمارك والضرائب انه قد ما تستورد انت بتاخد رسوم وبتاخد فات وبتاخد كذا فبزيد دخلك، فميزانية السلطة تكون سمينة على حساب قوى الانتاج المحلية الفلسطينية. الآن احنا امام معركة طويلة المدى، انا لا اعتقد انه هاي المعركة حتنحل خلال سنة زمان الا اذا ناويين نستسلم، واحنا مش ناويين نستسلم، لا قيادتنا ناوي ولا احنا ناوي ولا احزابنا ناويين. فما دام معركتنا طويله واساسيه واستراتيجيه وفي العصب، ما بنحكي على قصه بسيطه، نحكيش انه بدهم ايانا نوافق على يهوديه الدوله ولا لا، نحكي على قصه ثانيه، يجب ان ننظر بشكل استراتيجي لاعاده النظر في اوجه الانفاق، نعيد تركيز الانفاق الفلسطيني بما فيه في مجالات النقديه او في المجالات الماليه. على هناك ميزانيه على الابواب، الموازنة اللي عادة تقر، أنا بس أعطيك أمثلة، طول السنوات السبع اللي فاتت على الأقل إحنا بنحكي عن موازنة قيمتها من 4.5 ل 5 مليار دولار صحيح. تقريبا من المصروفات، مخصص منها حوالي 250 مليون دولار لقطاعات الإنتاج. عادة إحنا بنكون سعداء حتى إنه ال 250 تنصرف، بنيجي بآخر السنة بنلاقيها أعيد توجيهها لقضايا إنفاق أخرى ولم توجه لقطاعات إنتاجية. إذا ما قدرت تحط أموال بشكل سيستماتيك متواصل دائم كل سنة فوق سنة تراكمي في الزراعة وفي دعم الصادرات وفي الصناعة في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، أنت ما بتقدر تبني مناعة على الاقتصاد الفلسطيني. مناعة الاقتصاد هلأ ومناعة السلطة ومناعة الدولة الآن هي الموضوع المركزي اللي قاعد بتحطم، هي الموضوع الرئيسي اللي الكل بيحاول يهاجمه. إذا ما قدرت تفكر كيف في ميزانيتي أنا اللي بدي أحطها أو موازنتي بدي أعزز هاي المناعة تاعت الاقتصاد، أنت بتكون تضرب بمحل تاني ما إلوش علاقة بالمعركة اللي جارية على الأرض الآن. فمطلوب زي ما قلت وقفة شوي أعمق شوي أطول استراتيجية أكثر، مش بس مباشرة، حتى نقدر ننجح في قيادة معركتنا القادمة. في موضوع تعزيز الاقتصاد، يعني اليوم القيادة أكدت بأنه ضرورة مقاطعة بضائع على المستوطنات، برأيك ما فعالية هذا القرار؟ هذا القرار صحيح على اقتصادنا أو حتى يعني على الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي؟ بغض النظر عن موضوع الإضرار، أنت بتضر بالمستوطنات بتحطها شوي في خانة صعبة، ولكن بصراحة لن يساعدنا في معركتنا المحددة اللي الآن مطلوبة منا. مقاطعة بضائع المستوطنات هو مشروع سياسي بالنسبة لنا، مش مشروع اقتصادي. يعني بيساعدك انك تقدر تولد شوية دخل، اذا عندك قطاعات انتاجية بتقدر تعوض ما يأتي من المستوطنات. مشكلتنا في المستوطنات انه مقاطعتها هي على مستوى المحل مش على مستوى المنطقة التريتوري، ما في مستوطنات جزء منها عباب رام الله وجوه نابلس وفي الطريق بين نابلس ورام الله وفي الطريق بين الخليل وبيت لحم. المستوطنات بتقدر تدخل مناطق ألف ومناطق السلطة السيادية عمليا بدون أي حواجز أو عوائق. قد تستطيع الضابطة الجمركية تقدر تعمل إشي، ولكن حتى الآن لم نستطع بقوة السلطة نفسها أنه تقدر توقف هاي العملية. فعشان هيك أنا بتوقعش تأثيرها يكون مردود كبير، ولكنها صحيحة، يجب استمرارها، يجب الضغط عليها، وأنا رأيي يجب أن تترافق مع حركة شعبية أوسع لمقاطعة بضائع إسرائيل.
ليس من أجل مقاطعة إسرائيل بيرسي فقط. أنت الهدف الرئيسي هو تقوية قطاعات الإنتاج عندك، تقوية مناعة اقتصادك. طب اليوم الاقتصاد هناك تباطؤ في النمو وصل إلى 17% من 3%. برأيك هذه الاقتطاعات إضافة إلى العقوبات الأمريكية وانخفاض الدعم الخارجي، إلى متى سيتحمل اقتصادنا؟ يعني كيف ترى التوقعات للعام القادم حتى المدى المتوسط؟ يعني احنا العام الفات العام الماضي النمو كان فعلا 7%، بس النمو بير كابيتا للفرد تراجع على اقل من 3%. يعني دخلك كان يشتري لك اغراض في اول 2018، في اخر 2018 3% اقل صار يشتري، وهذا اذا قارنته ايضا ب 2017 في تراجع شبيه اقل من ذلك. حسب توقعات البنك الدولي متوقع كان هاي السنة النمو 2019 5%، يعني تراجع إضافي. تمام. فإحنا بدأت منحل تراجع في النمو الاقتصادي الفلسطيني، يعني حالة من الركود بدأت تسيطر، مش مستفحلة. بدي أذكر أنا أنه فترة الانتفاضة الثانية 2001-2004 التراجع وصل 17-18%، إحنا نحكي لسه هلأ عن أقل من 1%، بس تأثيره كبير. هذيك فترة حرب، الناس بتضب حالها فترة الحرب، بتقتصد في نفقاتها، بتصرفش إشي. إحنا مش في حالة حرب بهالمعنى، فالركود اقتصادي بهاي النسب بخوف، خاصة إنه هو أقل بكثير من التزايد السكاني تاعنا، فتلقائي تأثيره على نمو دخل الفرد كبير حيكون. الآن في عنصر إضافي اللي أضيف، إنه الصرف الحكومي اللي كانت تصرفه الحكومة 5 مليار عمليا حيكون أقل بسبب اللي ما بتحوله إسرائيل من الجمارك والرسوم عندها. هذا بيعني ضغط إضافي حيوقع هذا العام على الاقتصاد الفلسطيني، وتقديري أنه 5% حنصير نتمناها، يعني حنرجع لواحد وقد يكون 1.5% أقل سالب عمليا نمو هاي السنة. السؤال كيف بده يأثر علينا؟ إحنا الآن عشان بس أوضح الفرق في التأثير، كان يجينا من إسرائيل 3 مليار توتال، 3 مليار دولار سنويا من المقاصة. إذا راح منهم 600، يعني راح 600 من 3 مليون، يعني بنحكي عن حوالي 20% من الأموال اللي جاي من مصروف الحكومة نفسها. بالمقابل إحنا شو اللي كان يعوض هذا الكلام؟ هو دخلنا من العمال في إسرائيل، ودخلنا من تحويلات العاملين خارج فلسطين. مجموع هدول التنتين 3 مليار دولار تقريبا، وهدول وضعهم ثابت حتى الآن، وبنأمل أنهم يستمروا بشكل ثابت، تحويلات الأموال في الخليج أو تحويلات عمالنا في داخل إسرائيل. هدول صار هم بيضمنوا القوة الاستهلاكية بالسوق، بس أنت انخفض، حينخفض قوة استهلاكية بالسوق مش بسيطة، من أصل حوالي 15-16 مليار اللي بنصرفوا بالسوق الفلسطيني حيروح منهم 600 مليون. فالتأثير المباشر على الاستهلاك المباشر في السوق حيكون هو، يعني بدي أقول أبو 4% تقريبا من قيمة الاستهلاك الكلي طول السنة. بس تأثيره هو معنويات، مستثمر مش معني يستثمر، بحاول هو يشد الأحزمة على البطون، بحاول يشوف يدور على ملجأ له برا. البعض راح اشترى بيوت في تركيا، البعض راح استثمر في الخارج. البعد النفسي، الأثر النفسي لهاي الحرب اللي بنحكي عنها بين قوسين كبير على الاقتصاد، فحتكون عندنا سنة صعبة، أصعب من 2018، صعبة. وبتمنى أنه الكل يدرك أنه مطلوب وقفة عميقة كبيرة أمام الأزمة حتى القادمة. على المستوى الشخصي لربما في هذه الأوضاع أنه بتقدرش تصرف، كمان بتخاف تحكي خلي اللي بديش سيارة جديدة هلأ يضب مصرياته، اللي بده يفرش بيت جديد يدير باله طبعا، لانه شايف انه انت كله حيأثر على انماط الاستهلاك في هاي المرحله. وبصراحه مبرر كل اللي بنعمل لعنا تتضح صوره سياسيه لحجم الازمه القادمه. طب يعني هذه المشكله اساسا هي بسبب بروتوكول باريس الاقتصادي، كيف نتعامل مع هذا البروتوكول في هكذا وضع؟ يعني هو قلنا بانه انتهاكات غير قانونيه عده تمارسها اسرائيل في هذا البروتوكول، كيف ممكن يعني نتعامل معه؟ هل ممكن نستغل مثلا هذا الظرف في الانقلاب على هذا البروتوكول مثلا؟ المشكلة انه قدرتنا على الخروج من اي اتفاق عملناه مع اسرائيل بما في اتفاق اوسلو نفسه الاساسي الجوهري ضعيفة،
لأنه أمامنا مجتمع دولي بترأسه أمريكا اللي مش معنية تساعدنا، بالعكس معنية بإخضاعنا، وأمامنا حكومة يمينية في إسرائيل مش معنية تعيد التفاوض حول أي من البنود الموجودة في الاتفاقيات لصالحنا. بدي أذكر أنا المشكلة لا تتعلق فقط باتفاقية باريس، أنا بدي أعطي مثال على الموضوع. شو اللي سبب أنه المخاصة يتم جمعها من قبل إسرائيل؟ لأنه إحنا ليس لدينا موانئ في غزة اللي نجيب سيطرة، ومعظم البضاعة اللي بتيجي بتيجي من خلال حيفا وأشدود، بديش أقول والأردن طبعا عن طريق جسر الكرامة. إذا بدنا نعمل حل لهذا الموضوع مؤقتا في إطار اتفاقية باريس، كان مطلوب أنه نعمل بوندد ويرهاوسز في جنين شمالا وفي ترقوميا جنوبا، وهذا المشروع صار له قيد النقاش على الأقل 10 سنين. وكان نقدر نركز أنه نعمله بسرعة عمليا من أجل أنه نحل مشكلة المقاصة اللي بنحكي عنها. يعني لما أحكي عن مناعة الاقتصاد الفلسطيني، أهم جزء في مناعة الاقتصاد الفلسطيني في وضعنا الحالي هو بناء موانئ برية لنا في ترقومية وفي جنين وغيرها، وفي غزة طبعا في إيرس أو كارني، اللي نقدر إحنا نلم مباشرة أموال الجمارك والرسوم والفات على بضائعنا. وأنا تقديري هذا الموضوع حتى في إطار اتفاقية باريس مسموح ويمكن العمل به، وأنا بنصح وبقترح أنه يبدأ العمل على المستوى الدولي، البنك الدولي أو غيره، والضغط من خلال الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ هذا الجزء من الموضوع، خاصة أنه دائما في شغلات كثيرة في بروتوكول باريس مسموحة، ولكن حتى على مستوى لجنة الجي إي سي لم تنعقد، لم تجتمع، يعني حتى إسرائيل ترفض في هذا الموضوع. أخيرا فرنسا تضغط حول تعديلات ولكن إسرائيل لم توافق حتى الآن، كيف يمكن التعامل؟ أنا تقديري الموضوع أكبر شوي من هيك. إحنا ما طلبنا بشكل كافي، وإحنا ما أصرينا على هذا الموضوع طول الوقت في اللحظات حتى اللي كان عندنا حكومات في إسرائيل موافقة على اجتماع الجي إي سي وموافقة على بعض التعديلات في القوائم وغيره. أنا مثال بحكي عن البوندد، مو قديش أنت بدك تكون جدي شايف المستقبل بعد 5 سنين ولا 10 سنين من الضغوط اللي حتوجهها إسرائيل، وبتشتغل. هلأ إسرائيل موافقة من حيث المبدأ على إقامة البوندد، على إقامة موانئ برية في جنين وفي ترقوميا. شو اللي مأخر الموضوع لهلأ؟ إسرائيل طول الوقت بتقول إنه هي موافقة على إنه نقدر إحنا عملت ترتيبات لإنه نحفر للغاز في شواطئ المتوسط. شو صار لهلأ؟ وكان في مبدئيا حكي عن وجود بترول في منطقة رنتيس، جزء منها بمنطقة ألف جزء بمنطقة سي. شو عملنا بهذا الموضوع؟ أنا بسأل هاي الأسئلة لأنه في جهد كبير مطلوب منا كسلطة وطنية، مطلوب منا كفلسطينيين، أن نكون على قد المسؤولية في متابعة مشاريع وقضايا تشكل أساس لمناعة اقتصادنا الفلسطيني ومناعة موقفنا الفلسطيني، لم يتم عمليا العمل فيها بشكل كافي. طب نذهب الآن إلى القطاعات الاقتصادية، برأيك في أي المجالات بالإمكان الاستثمار حتى نعمل على تنشيط هذا الاقتصاد؟ القطاع الرئيسي اللي تدهور طوال الفترة الفاتت هو القطاع الزراعي، وأنا بعتقد أنه ما زال القطاع الزراعي يشكل فرصة كبيرة، نموه فرصة كبيرة إلنا، خاصة أنه تراجعه تم بسبب نقص المياه مش بسبب منطقة سي، لأنه إحنا منذ 94 لهلأ وإحنا فينا نفس منطقة سي، 60% لإسرائيل والأربعين 42% إلنا. تم زراعة مساحات واسعة من منطقة سي في الأغوار الفلسطينية وفي مناطق أخرى بجهد المواطنين، بجهد الناس. في محاولات رسمية تمت من الاتحاد الأوروبي والكوارتيت وغيرها، وأنا رأيي كانت ضعيفة وصغيرة وغير كافية. فأنا تقدير الاستثمار الأول الأساسي هو استثمار في مياه الزراعة واستثمار في الزراعة. الزراعة تراجعت من 13% سنة 97 لأقل من 3% الآن، بينما بيشتغل فيها طول الوقت 11% من القوى العاملة. هذا بيعني أنه هي أكبر مشغل للقوى العاملة، وتذكر الزراعة غير أنها بتشغل وبتجيب دخل، هي حاضنة الفقراء، هي المكان اللي كل ست وكل رجل فيش عنده مصدر دخل ثابت بيقدر يزرع حكورة بيته ويبيع فجل وبصل وهندبة وخبيزة وإلى آخره بالسوق، يطلع مصدر دخل ولو صغير.
هذا الكلام مهم لأنه الزراعة دائما ما يتم الاستهانة فيها باعتبارها بتجيب دخل ولا بتجيب دخل، هي دورها أكبر من أن تجيب دخل ثابت ودائم لعمال وإلى آخره، والدليل أنه لهلأ بيشتغلوا فيها 11% ولهلأ بتجيب دخل ثانوي لعدد كبير من المواطنين. اثنين، الصناعة والسياحة. إحنا الصناعة ثبتت على نفس الأرقام من حوالي 15 سنة، السياحة فرصها كبيرة الآن لأسباب مختلفة. بصراحة السنة اللي فاتت كان سنة ذهبية، سنة ماسية للسياحة لفلسطين، تم بناء عدد من الفنادق في بيت لحم وغيرها، ومن الضروري استثمار أوسع وأكبر فيها. بس لما نحكي عن استثمار ما بصير نكتفي باستثمار القطاع الخاص بالصناعة والسياحة، هناك بنية تحتية لازم تعملها الحكومة، هناك تكلفة كهرباء لازم الحكومة تدعمها أو تلاقي طريقة كيف توفرها بأسعار معقولة منافسة. يتزامن مع السياسات المالية عادة سياسات نقدية. بسرعة زي ما تحدثنا عن أهم السياسات التي يجب أن تتخذ لربما خفض البطالة وفتح مشاريع جديدة في هذا الموضوع. أعتقد أن سلطة النقد مدركة الدور المطلوب منها، مشكلتها هي أنه هي ما بتخضع على قرار الحكومة، وهي لازم تدرك بشكل موازي للحكومة ما يحدث دورها في هذا الموضوع، لأنه هي تقاريرها ترفع لسيادة الرئيس. سلطة النقد مسؤوليتها الرئيسية أنه استقرار النظام المصرفي الآن في فلسطين، واللي هو تحقق عبر سنوات طويلة بصراحة من إنجاز مهم لسلطة النقد، بدأ هلأ يعاني من التالي: أرباح مستقرة للبنوك ولكن قروض وارتفاع نسبة التسهيلات مقارنة بالودائع حتى وصلت 8.5 مليار تقريبا، ولكن كلها مش مربوطة بالقطاعات المهمة اللي لازم نوجه عليها التمويل. الاستهلاك هو الموضوع الرئيسي، استهلاك في السيارات، استهلاك في الأثاث، استهلاك حتى بشراء الأراضي، استهلاك في قطاع العقاري، بدون أن يكون هناك تركيز على القطاعات الإنتاجية الرئيسية. كان مطلوب من سلطة النقد، وأعتقد أنه الآن يتم داخل سلطة النقد نقاش هذا الموضوع بشكل جدي، كيف يتم التمييز بين قروض الإنتاج فوائدها وبين القروض الاستهلاكية. أنت مسموح لك تأخذ قرض عشان السيارة ولكن فايدتك 9%، لك تشتري سيارة مفخفخة ادفع 9% فايدة، واللي بده يشتغل في الزراعة بده يدفع 3%، وهذا الفرق تستطيع سلطة النقد بالتنسيق مع البنوك أنها تقدر توفر آلية لهذا الموضوع. بعتقد أنه هذا هو الإسهام الرئيسي للسياسات اللي بتقوم فيها سلطة النقد في دعم السياسة اللي بحكي عنها، دعم القطاعات الإنتاجية، تخفيض الاستهلاك، وتركيز الجهد الرئيسي للاستثمار في الإنتاج. طب أخيرا، هناك حكومة جديدة ستشكل، برأيك ماذا على هذه الحكومة أن تأخذ في الاعتبار وعلى ماذا تركز؟ إحنا أمام ظرف أنا بحكي فيه هو في عنصرين كبار، عنصر وطني وعنصر اقتصادي. العنصر الوطني المطروح مش مفاوضات، فما بنحتاج لحكومة، هي دائما حكومة بتقدم خدمات، بس احنا بحاجة لحكومة الآن تلتصق بالأرض، تلتصق بالفلاح، تلتصق في مناطق سي، تلتصق بقضايا حوالين الجدار. المضمون الوطني للمعركة اللي جاي واسع كثير، وبدك حكومة اقتصادية، فريق اقتصادي متميز وكذلك متجانس. ما بدنا وما بصير يكون عندنا وزير اقتصاد بحكي بشيء، وزير مالية بحكي بشيء ثاني، ورئيس وزراء بحكي بشيء ثالث. تكامل الفريق الاقتصادي وتجانسه وكلمة واحدة يكون وبرؤية واحدة أمام المعركة اللي جاي، أنا رأيي هو المطلوب. والطابع الوطني مهم، إذا قررت السلطة الوطنية تشكيل حكومة برئاسة رئيس وزراء من فتح فليكن، ولكن بده يعرف انه المعركة الوطنية اللي جاي في مضمون اقتصادي لها كبير، وبصراحة اذا نجحنا في المعركة الاقتصادية حننجح في المعركة الوطنية. معركتنا طويلة، لن تكون قصيرة اشهر، ستكون لسنوات قادمة. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي السيد سمير حليلة، شكرا على وقتك معنا، وبالتأكيد سيكون لنا لقاءات قادمة الحديث حول الوضع الاقتصادي. شكرا. اهلا وسهلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية برنامج المجلة الاقتصادية، دمتم بألف خير.